الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق الجميع لهداه وأن يجعل أعمالهم في رضاه وأن يستعملهم في طاعته إلى يوم لقياه. مرحبا بكم وأهلا في برنامجكم المتكرر المتواصل ديوان الإفتاء، ونسعد بتواصلكم عبر هذه الأرقام 0-183-43-87-99، الرقم الثاني 0-183-40-77-77. فمرحبا بكم وأهلا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعلمنا علما نافعا نهدى به إلى عمل صالح. وحتى ترد الأسئلة من المشاهدين الكرام، نذكر بما أمر الله تعالى به عباده أن يذكروا بعضهم. فتذكير المؤمن للمؤمن أمر مطلوب، والله جل وعلا يقول: وذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. ويقول جل وعلا: وذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كتاب الله عز وجل زاخر بالمواعظ، ومن جملة هذه المواعظ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فذكر الله عز وجل حياة القلوب، والإنسان إذا كان منشغلا بالذكر مليء الوقت بذكر الله عز وجل وجد بركة هذا الذكر في كل ما حوله، وجد بركة الذكر في رزقه، في صحته، في أولاده، في عمله، في عطائه في هذه الحياة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي أصحابه ويعلمهم أن يشغلوا أوقاتهم بذكر الله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. كل تفاصيل الحياة بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نربطها بالذكر. إذا دخلت منزلك تدخل بذكر الله عز وجل، إذا خرجت منه تخرج بذكر الله عز وجل، إذا جلست لتطعم أو تشرب بذكر الله عز وجل، إذا أويت إلى فراشك بذكر الله عز وجل، وهكذا. وذكر الله سبحانه وتعالى يورث القلب رضا وطمأنينة وسكينة وهدوء وراحة. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولقد أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يستعين على مشاق حياته ومهماته الصعبة في الدعوة إلى الله وتبليغ الدين وإنقاذ هذه الأمة وإخراجها من الظلمات إلى النور، أمره أن يستعين بذكره سبحانه وبحمده. قال الله جل وعلا في خواتيم سورة طه: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هذه من الآيات العجيبة التي ملئت فوائد وفرائد من الحكم والمواعظ. لو تأملت أمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، أمره أن يذكره طوال اليوم والليلة، آناء الليل وأطراف النهار. قال له: فسبح بحمد ربك، متى؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. ما جزاء هذا التسبيح؟ ما المردود الذي يترتب على هذا التسبيح والذكر المستمر؟
لعلك ترضى. فذكر الله عز وجل إذا داوم عليه الإنسان ملأ الله عز وجل قلب هذا الذاكر رضا بالله وبأقداره وبأوامره وشرائعه سبحانه وبحمده. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نتلقى الاتصال الأول إن شاء الله تعالى من المتصلة أم دالية أو أم دانية. مرحبا بك وأهلا أختي السائلة، تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام، مرحبا بكم وأهلا. الله يكرمك يا شيخ. سؤالي الأول الصلاة. سؤالك عن الصلاة. إذا كنا بنصلي جماعة في البيت وعندي النافل مثلا دار أصلي قبل الجماعة، بعد ما مشيت أتوضى لقيت مبادئ الجماعة، أصلي الجماعة بعدين أنفل ولا ما بينفع؟ بالنسبة للظهر مثلا عشان قبليه طبعا في 4 ركعات بعدين الظهر. يعني أنت تصلين في البيت وعندك جماعة تصلي في البيت. الزوج والأبناء إن شاء الله. زوجك وأولادك إن شاء الله يصلون في البيت وأنت قمت لتتوضئي ثم تتنفلي حتى تقام صلاتهم وتصلي معهم، وجدتيهم قد سبقوك في هذه الصلاة، أليس هذا هو السؤال؟ إن شاء الله. وتسألين متى توقعين النافلة إذا أقيمت الصلاة؟ أيوة إن شاء الله. طيب السؤال الثاني نجيبك إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال الثاني إذا يعني أنا عندي يعني ضغط قوي إنه وقتي مثلا الأرحام اللي هي عندي بنت عيانة يعني الصوت يعني الصوت قلت لك عندي بنت عزيرة، فأغلب الأحيان بقطع على الأرحام يعني ما بقدر أصلا ما بقدر كده عشان هي ما بقدر أفوتها يعني، فهل كده عندي ذنب؟ لكنه وقت ربنا يسهل لي بطل يعني إن شاء الله لو بعد فترة مثلا في الأفراح في الأصداح. أنت يعني تسألين عن تأخرك في صلة رحمك وليس أيوة. عن القطيعة، ما أحسبك أنك قطعت الأرحام، لا لا وإنما تأخرت في التواصل معهم بسبب أيوة. وعذر معتبر، ألا وهو انشغالك بالقيام بأمر طفلتك المريضة أو ذات الاحتياج الخاص. الله نعم نجيبك إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني من الأخ آدم. أحمد آدم حي الله أحمد بن آدم، مرحبا بك وأهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد آدم من يانا يكاري. حياكم الله وبياكم جميعا إن شاء الله. تفضل، ما سؤالك؟ إذا كان كنت في صلاة جماعة. أي نعم. و الصلاة الرباعية تمت 4 ركعات. نعم. وإمام سهد قام أدى الخامس. نعم. وبلغناه وما وقام أدى الخامس، هل نقوم ما ولا نكون جالس أنا؟ جميل. أيوة. والرجل المجدد. هذا سؤال. إمامكم أيوة. في رباعية قام للخامسة فلما ذكرتموه ونبهتموه لم يرجع، فما الذي يلزمكم؟ طيب هذا سؤال. السؤال الثاني الإنسان المذنب. المذنب أي هل يصلي داخل المسجد ولا يصلي في السور برا في داخل المسجد ولا سور المسجد؟ ماذا تقصد بالمذنب؟ يعني صاحب المعاصي والآثام الذي ابتلي. لا إنسان ما يعني جامع الولي والكتب. المجنب الجنب المجنب. أنا ظننت أنك تسأل عن المذنب. لا. الجنب تسأل هل يصلي خارج المسجد أم داخل المسجد؟ يعني قبل أن يغتسل أم بعدما اغتسل؟ أم أتى إلى المسجد بجنابته قبل أن يغتسل؟ قبل ما يغتسل. قبل ماذا؟ أي قبل ما يغتسل. طيب حسن بسل. إذا كان مالي قام يغتسل مالي قام يغتسل كده من الثلج ومشى المسجد. أي يعني دخل في وقت الحرج وما تمكن من الاغتسال. طيب نجيبك إن شاء الله. مرحبا بكم. نسمع أسئلة أختنا علوية. مرحبا بالأخت علوية، تفضلي. الأخت علوية
لعل الهاتف انقطع أو التواصل. نأخذ المتصل الذي بعده، الأخ إبراهيم. مرحبا بإبراهيم. يا إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. مرحبا بكم وأهلا أخي إبراهيم. حياك الله إن شاء الله. وحياك. الله يبارك فيك. والله أنا فسرنا الآية اللي تقول ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. جميل تفسيرها. طيب غيره؟ أيوة نعم. هذا سؤال. هل لك سؤال آخر؟ أيوة يا الله. في رجل سب الدين، ما حكمه؟ ما حكم من سب الدين؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم إن شاء الله يا الله راعي الميزان حسناتك يا الله. آمين آمين آمين. متصل آخر، الأخ محمد الحسن. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله خير تمام. أحمد الله إليك. بدل عن الفرق من شركة الربوبية وشركة الألوهية وشركة الخفي. تسأل عن الفرق بين شركة الربوبية وشركة الألوهية وشركة الألوهية شركة الخفي والشركة الخفي. دار المسميات دي الأطلاق من يعني. المقصود من هذه المسميات ما هو؟ لا الجسامة كده. من الذي قسمها وسماها شركة ربوبية وشركة ألوهية وشركا خفيا؟ نعم حسنا إن شاء الله تعالى. الشرك طبعا كل شرك باعتبار استخدم. تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى. مرحبا بالأخت إحسان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضيلة الشيخ الجليل، اللهم كل الخير، فنجزي كل الخير على هذه الإفادات الطيبة. بالنسبة لي السؤال الأول، عندي 4 أسئلة. نعم. بسأل من الفرق بين البغي المذموم والبغي المحمود؟ الفرق بين البغي المذموم والبغي المحمود. وفي الآية قوله تعالى والذين أصابهم البغي هم ينتصرون والذين يبقون في الأرض الفساد، يعني المحمود والمذموم الفرق بيناتهم. بالنسبة للسؤال الثاني، بسأل من الفرق بين الإنفاق الواجب وإنفاق المستحب، وأفضل أنواع الصدقات الجارية بجانب صدقة المال. لحظة تسألين عن الإنفاق الواجب والإنفاق المستحب والصدقة الجارية بجانب صدقة الماء، أفضل الصدقات الجارية. أي ما هي أفضل الصدقات الجارية؟ نعم. 3، بسأل من معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلى نهاية الحديث. أخيرا بسأل من إنه الآية في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إلى نهاية الآية، بسأل إنه هل الآية دي معنية بأشخاص معينين يعني في الآية القرآنية تحديدا؟ نعم. أسئلة واضحة؟ واضحة، جزاك الله خيرا ونسأل الله أن ييسر لنا ولكم. مرحبا بالربيع. تفضل الربيع. يا مرحبا أهلا وسهلا. تفضل. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. الحقيقة حاليا احنا في خصوم طبعا الظهر ابتداء من الساعة 12 طبعا. الصوت لا يتضح لي يعني لعله في تقطع. حاول ترفع صوتك مرة أخرى. ايوه قلت لك. تفضل. والله لا اكاد استبين ما تقول يا اخي. انقطع الخط من الاخ الربيع. الاخت اشراقه. نعم. السلام عليكم. اسراء تفضلي. مرحبا بكم. لدي سؤال محمد يا بدر الشيخ، نرجع عن قوله تعالى والناس الألفاف، ألفاف يعني جمع؟
أعيدي سؤالك. السؤال يا فضيلة الشيخ عن قوله تعالى في سورة النبأ عن جنات ألفافا. وجنات ألفافا، نعم، ما معنى كلمة ألفافا؟ أيوة، ده سؤالي، وجزاكم الله عنا خير جزا. وإياكم وأحسن إليكم. لعلنا نجيب على هذه الأسئلة التي وردت، سائلين الله جل وعلا أن يهدينا للتي هي أقوم. وأذكر قبل الشروع في الإجابة على الأسئلة برقم التواصل مع البرنامج 0-183-43-87-99 0-183-40-77-77. أختنا أم دالية سألت عن الصلاة التي تقام في بيتها، وذكرت أن زوجها وأبنائها يصلون في البيت، وهي متعودة أن تصلي معهم، هي جماعة، يعني جماعة أهل البيت، يعني زوجها يأمهم في البيت، وخرجت لتتوضأ ووجدت أن الصلاة قد أقيمت ولم تتنفل، فمتى تتنفل؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال أقول الواجب على الرجل أن يلحق بجماعة المسجد في الصلوات الخمس، لأن الله سبحانه وتعالى أمر أن تعمر بيوته بالرجال، قال الله جل وعلا في بيان عمارة البيوت بيوته ومساجده بالرجال، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الآيات من سورة النور. فهذه الآية وغيرها من الآيات نص على وجوب الصلاة في المسجد للرجال، والصلاة للنساء تكون في البيوت، وهذا هو الأفضل لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير لها، إلا إذا كان المسجد بعيدا ولا يتمكن الرجل وبقية من معه من أبنائه من اللحاق بالمسجد، وكان بعد المسجد بعدا فيه مشقة ولا يتمكن من الوصول، هذا موضوع آخر وشأنه شأن آخر. ولذلك الواجب على زوجك وعلى أبنائك من الرجال والذكور أن يلحقوا بجماعة المسجد، لأن الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وهذا نص عند الحنابلة في إيجاب صلاة الجماعة على الرجل. إذا قلنا إن هناك ثمة أعذار تمنع الرجل من اللحاق بالمسجد، وأعذار تكون معتبرة وشرعية، فإنه في هذه الحالة له أن يصلي بأهل بيته ويؤمهم. نأتي إلى سؤال الأخت أم دالية، وهي تقول إنها خرجت لتتوضأ ووجدت أن الصلاة قد أقيمت ولم تتنفل النوافل القبلية إذا كانت راتبة مثلا، فمتى تتنفل؟ أولا، ما دام الصلاة قد أقيمت والفريضة قد أقيمت فإنك تلحقين بهذه الجماعة وتصلين معها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا يجعلنا ننبه أيضا بعض المصلين الذين يدخلون المسجد بالذات في صلاة الفجر، يجدون أن الجماعة قد أقيمت وفاتتهم راتبة الفجر، بعض الناس حرصا منهم على السنة يقعون في خلاف الأولى وفي المحظور، فيلحقون بآخر المسجد ويصلون صلاة خفيفة والجماعة قائمة والإمام يقرأ، يصلون ركعتين خفيفتين ثم يدركون الإمام، نقول لهم هذه الصلاة لا تصح، وصلاة أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه آنفا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الفريضة ونودي لإقامتها وتقدم الإمام ليصلي بالناس فلا تصح صلاة ولا تجب صلاة ولا تجوز صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت والتي تقدم لها الإمام.
فأنت يا أختي بارك الله فيك إذا قضيت من وضوءك وضوءك وأتيت وجدت زوجك وأبنائك شرعوا في الصلاة فالواجب عليك أن تدخلي معهم في الصلاة، ثم بعد ذلك تقضي السنن الرواتب وما فاتك من السنن القبلية بعد أن تفرغي من هذه الفريضة، والعلم عند الله تعالى. ثم سألت أيضا أن لها بنتا معاقة ومريضة، وهذه البنت المعاقة والمريضة تحتاج خدمة أمها وأن تكون أمها معها على الدوام، وترتب على هذا أنها تتأخر وتقصر في صلة رحمها، فهل عليها إثم في هذا؟ نقول أولا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن على ابنتك هذه بالصحة، وأن يقر عينك بشفائها، وأن يبدلها لحما خيرا من لحمها ودما خيرا من دمها، وجزاك الله خيرا على صبرك على تربية ابنتك المريضة والحرص عليها والقيام بخدمتها وقضاء حاجتها، فأنت تؤجرين على هذا إن شاء الله تعالى، ولا أظنك تلامين أو يلحقك شيء من الإثم إذا تأخرت في صلة بعض أرحامك بسبب هذا العذر، بل أنت إن شاء الله مأجورة، وما إخالك من اللواتي يقطعن الرحم. وسؤالك هذا دليل على حرصك ودليل على محبتك لرحمك ودليل على خوفك وخشيتك من الله عز وجل في هذا الباب، فأسأل الله عز وجل أن يثيبك إن شاء الله، ولا إثم ولا حرج عليك، والله تعالى أعلم. أخونا أحمد آدم سأل أنه كان في صلاة جماعة صلاة الرباعية، وقام الإمام للخامسة فذكره المصلون وأصر الإمام ولم يرجع. للعلماء في هذا مذاهب، مذهب بوجوب الانحباس حتى يعود الإمام إلى التشهد، ولا يتابع الإمام في الزيادة غير المشروعة ما دام أن المأمومين تيقنوا أنها خامسة، فلا يحق لهم أن يتابعوه في الزيادة لأن هذه زيادة غير مشروعة، فينحبس له وينتظره حتى يصلي هذه الخامسة ويسلم بهم. ومذهب بأنهم مأمورون بمتابعة الإمام، ويأخذون بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهم مأمورون بمتابعة الإمام حتى وإن قام للخامسة، ويعللون لعل الإمام ألغى ركعة من الركعات أو عنده علة شرعية بنى عليها هذه الخامسة، ولعله بالنظر إلى يعني أدلة الفريقين الراجح والعلم عند الله تعالى أنهم لا يتابعون هذا الإمام الذي قام إلى ركعة زائدة في الصلاة رباعية في صلاة المغرب أو ثلاثة أو يعني رابعة في صلاة المغرب أو ثالثة في صلاة الفجر أو خامسة في صلاة الرباعية، لا يتابعونه إن تيقنوا أنها زائدة، وإنما ينحبسون لهذا الإمام حتى يرجع ويسلم بهم، والعلم عند الله تعالى. سأل أيضا سؤالا عن الجنب الذي زاحمه وقت الصلاة وكاد أن يخرج وقت الصلاة، وهل يصلي خارج المسجد أم داخل المسجد؟ طبعا داهمه وقت الصلاة أنه فاتته صلاة الجماعة، هذا الذي فهمته من السؤال، وإلا أصلا الجنب لا يحل له أن يصلي إلا إذا رفع جنابته بالماء أو الصعيد، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا أي لا تقربوا الصلاة حال كونكم جنبا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإذا يعني اجتهد الإنسان في الحصول على الماء ورفع جنابته بالاغتسال ولم يجد الماء عدل إلى البدل الذي هو الصعيد التيمم، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
فالصعيد والتيمم يرفع الجنابة، وهذا هو القول الصحيح الراجح. وإن كان بعض أهل العلم ذكر قولا في هذا، وذكر الخلاف الذي كان بين عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر وغير ذلك، بأن التيمم لا يرفع إلا الحدث الأصغر ولا يرفع الحدث الأكبر الذي هو الجنابة، لكن هذا مذهب مرجوح. والصحيح أن البدل يقوم مقام المبدل عنه في جميع الأحوال، فالصعيد يرفع الجنابة كما يحصل به التطهر ويعني للصلاة، أو كما يقوم مقام الوضوء ومقام الغسل من الجنابة. فالشاهد، نعود لأخينا آدم، هذا الجنب الذي شارف وقت صلاته على الخروج ولم يجد ماء يتيمم ثم يصلي داخل المسجد، يعني ليست هناك محاذير شرعية ولا أقوال من أهل العلم تمنع أن الجنب إذا تيمم أن يدخل المسجد بتيممه هذا، لأن الجنابة ارتفعت حكما بهذا التيمم إن شاء الله تعالى. فهذا الجنب الذي تيمم ورفع جنابته بالتيمم عليه أن يصلي داخل المسجد. نتوقف قليلا مع فاصل ونعاود الإجابة على بقية الأسئلة، فانتظرونا، بارك الله فيكم. مرحبا بكم مرة أخرى، ونواصل إجابة أسئلة إخواننا السائلين وأخواتنا السائلات. وتوقفنا عند سؤال أخينا إبراهيم الذي يسأل عن تفسير قوله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآية تبين أقدار الله عز وجل الكونية التي تجري على عباده، فالله جل وعلا قضى كونا أن يجعل هذه الدنيا دار ابتلاء، ولن يسلم أحد في هذه الدنيا من البلاء. فالله جل وعلا من حكمته أنه قدر أن يبتلي عباده، يضحكهم اليوم ويبكيهم غدا، وأنه هو أضحك وأبكى سبحانه وبحمده. فهذه الآية تبين أن البلاء حاصل، ولا مناص ولا مفر من البلاء والابتلاء، ولذلك أكدها بقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وهذا هو الكبد الذي عناه الله عز وجل في قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي لقد خلقنا هذا الإنسان وقدرنا عليه أن يكابد ويعاني في هذه الدنيا. والله جل وعلا فرق المكابد بين عباده، فهناك مكابد بعض الناس في أرزاقهم، ومكابد بعض الناس في صحتهم وأبدانهم، ومكابد بعض الناس في ذرياتهم وأولادهم. لكن أعظم كبد يا أحبتي هو أن يبتليك الله عز وجل في إيمانك، و يعني تتذوق مرارة حرمان الإيمان ولذة الطاعة والعبادة. نسأل الله عز وجل أن لا يختم على قلوبنا، وأن يرزقنا تذوق حلاوة الإيمان. فقد جاء في الصحيح من حديث العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن هذا الإيمان له حلاوة ومذاق جميل. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فيا أخي إبراهيم، تفسير قول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء، أي أن هذا البلاء لن ينفك بحال من الإحوال من حياة الإنسان. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فينبغي على الإنسان إذا نزل به البلاء مهما كان هذا البلاء أن يرضى بقضاء الله ويحمد الله تعالى ويقول ما أمر الله تعالى به في هذه الآية، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ساعة إذ ستجد الرضا قد ملأ قلبك، وستجد القبول لهذا البلاء،
وسيكون هذا البلاء إن شاء الله تبارك وتعالى رفعة لدرجتك. والله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الحياة الدنيا وأن ما أنت عليه لن يستمر، فما صفى لامرئ عيش يسر به إلا وأعقب يوما صفوه كدر، فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. فنحن في دنيا كما قال القائل جبلت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناره. ستذوق طعم النقص في المال، طعم النقص في الصحة، طعم النقص في الرزق والثمرات، طعم النقص في الأهل والذرية بالموت وما إلى ذلك. فإذا حصل هذا البلاء ما عليك إلا الصبر والرضا بما قسمه الله تبارك وتعالى وقدره. هذا معنى الآية. ثم سأل سؤالا آخر عن حكم سب الدين، نسأل الله السلامة والعافية، الذي عليه إجماع أهل العلم قاطبة أن من سب دين الله عز وجل أو سب الله أو سب رسوله فقد كفر كفرا أكبر يخرجه من ملة الإسلام. وعلى الناس أن يحذروا هذا وأن لا يتعللوا ويتحججوا بالغضب وسرعته وشدته، هذا أمر لا عذر فيه، فسب الدين كفر، نسأل الله السلامة والعافية. ومن تواطأ منه وتواتر منه أو تواطأ على سب الدين وتواتر منه سب الدين واستهان بدين الله عز وجل واستهان بالله وشرعه وملة الإسلام، هذا نسأل الله السلامة والعافية، هذا كافر نسأل الله السلامة والعافية، مرتد خارج من ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخونا محمد الحسن يسأل عن هذه التقسيمات من أين أتت؟ شرك الربوبية، شرك الألوهية، الشرك الخفي. أولا ما معانيها؟ أما شرك الربوبية هو أن تجعل لله عز وجل ندا أو شبيها أو نظيرا وقد خلقك ورزقك، يعني الخالق هو الله والرازق هو الله والمحيي هو الله والمميت هو الله. فإن اعتقدت أن غير الله عز وجل يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت، هذه أفعاله سبحانه وبحمده، لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله. فالله عز وجل متفرد بالخلق والإيجاد والرزق والإمداد، ليس له شريك في خلقه ولا في رزقهم ولا في إمدادهم وإيجادهم وإحيائهم وإماتتهم. وما أحسب أن هذا الكلام يحتاج إلى أن نقول من أين أتى ومن الذي قسمه وما الدليل عليه. يعني لا أظن أن مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يحتاج أن ندلل له وأن نبرر له وأن نعلل له أن الله هو الخالق وغيره لا يخلق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ تبارك الله رب العالمين أحسن الخالقين وخلق كل شيء فقدره تقديرا، الإماتة، الرزق، الإيجاد، الإمداد وهكذا. فأفعاله سبحانه وبحمده تفرد بها جل وعلا. هذا فيما يعني يتصل بتوحيد الربوبية، وضده شرك الربوبية، أن تخشى غير الله عز وجل خشية أنه يميتك أو يقطع عنك الرزق أو يحدث لك الضر أو يجلب لك النفع، هذا من شرك الربوبية، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا التقسيم في كتاب الله تبارك وتعالى، وجاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، يقول الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهذه مظاهر ربوبيته سبحانه وبحمده. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فالله جل وعلا هو رب العالمين ورب هذا الكون ومدبره والمتصرف فيه ومنشئه سبحانه وبحمده من غير ما شريك ولا شبيه ولا معين ولا وزير سبحانه وبحمده. فهذه من العقائد التي ينبغي أن يعرفها الناس. بل مشركو العرب والجاهليون من الأعراب كانوا يقرون بجنس هذه الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. فيعني توحيد الربوبية وضده شرك الربوبية ذكره موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك الكلام عن شرك الألوهية. المقصود بشرك الألوهية أن تتخذ مألوها ومعبودا تذل له وتخضع وترجوه وتتوكل عليه غير الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى أيضا تكلم عن هذا النوع من الشرك في كتابه، وهذا قسم موجود في كتاب الله تعالى. نهى أن يعبد غيره، ونهى أن يدعى غيره، ونهى أن يتوكل على غيره. فالله جل وعلا يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. ويقول تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وبهذا التوحيد جاء الأنبياء والرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، وجاءوا لينهوا الناس عن هذا النوع من الشرك وأن يتخذوا مع الله إلها آخر يدعونه ويتوكلون عليه. ثم أنا أقول هناك آية في كتاب الله تبارك وتعالى تهز نياط القلوب. يقول الله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، إذن كل غيره يموتون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكيف تتوكل على من صفته الموت والفناء والزوال وتترك من صفته الحياة الدائمة؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فتوكل على الحي الذي لا يموت. كذلك الشرك الخفي هو الرياء، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخشاه على أمته، وهو يعني أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل. والشرك الخفي هو منه العجب ومنه الرياء ومنه حب الظهور والتظاهر بالعمل، نسأل الله السلامة والعافية. أما سؤالك يا أخي من أين أتت هذه التقسيمات، هي جاءت بالتتبع والاستقراء لكتاب الله تبارك وتعالى. الأخت إحسان تسأل عن الفرق بين البغي المذموم والبغي المحمود. أنا فيما أعلمه والعلم عند الله تعالى أن كل البغي مذموم، ليس هناك بغي محمود، ولكن هناك الانتصار للنفس والانتصاف منها، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا لا يسمى بغيا، وإنما هذا يسمى انتصارا للنفس وانتصافا وأخذا للحق، ولكن العفو والصفح أولى من هذا. الأولى هو العفو والصفح حتى عن الذي ظلمك، لأن الله جل وعلا يقول وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله تعالى به. إذا أردت أن يعاملك الله بالعفو والصفح والتجاوز والمسامحة، اعف عن من ظلمك، وصل من قطعك، واعطي من حرمك، وتمثل قول الله تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيضا من الأسئلة التي وردت عبر البرنامج، من أسئلة أختنا إحسان، تفسير قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هل هي معنية بأشخاص؟ كلا،
كل من كان عنده فضل زاد أو فضل مال يعد به على من لا زاد له لا مال له، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. فأطعم الطعام وأكسو أطعم الجائع وأكسو العاري واحمل الحافي وافعل المعروف، هذا أمر الله تبارك وتعالى لسائر الناس، ليست هذه الآية معنية بأشخاص دون آخرين. أختنا إسراء أو إشراقة سألت عن تفسير قوله تعالى: وجنات ألفافا، أي الجنات هي الحدائق والبساتين الغناء، وهذا وصف للجنة التي وعد الله بها عباده المتقين. ففي الجنة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها ومن سكانها. في الجنة ينعم الناس بالحدائق وبالثمار وبالظلال وبالأشجار، وهذه الظلال أو الأشجار وهذه الحدائق أشجارها ملتفة، أي يلتف بعضها حول بعض، وجنات ألفافا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل الرضوان ومن أهل الجنان، إنه سميع قريب مجيب. لعل هناك سؤالا أيضا كان من الأخت إحسان تسأل عن الإنفاق الواجب والإنفاق المستحب. الإنفاق الواجب يقصد به الزكاة التي أوجبها الله تبارك وتعالى في الأموال، والأموال التي تجب فيها الزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار والركاز والمعادن، وبهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، والنقدان اللذان هما الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العمل الورقية في هذا اليوم المتداولة، يعني النقود المتداولة، وعروض التجارة فهذه إذا بلغت نصابا أحد هذه الأموال وحال عليها الحول إلا زكاة الزروع وآتوا حقه يوم حصاده، فهذه النفقة منها واجبة والإخراج حق الله عز وجل منها واجب، وما زاد على ذلك يكون من النفقات المستحبة. أيضا هناك وجه آخر للنفقة الواجبة، أي النفقة التي تجب عليك حيال من أوجب الله عز وجل عليك الإنفاق عليهم: الوالدان، الزوجة، الأولاد، هؤلاء تجب عليك النفقة أو نفقتهم تجب عليك. أما النفقة المستحبة من هم دون ذلك من عباد الله عز وجل وأصحاب الحاجات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وختاما أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.